يقودهم لتحقيق أهدافهم وأن يحمي عقيدتهم التي ارتضى الله لهم وأن يصور ويحقق أهدافه وينهض بمطالبه. إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس ندعو الفصائل الفلسطينية كافة بكل مكوناتها وتوجهاتها السياسية والعشائر والعائلات والمؤسسات المدنية إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية. فالشعب الذي أعطى أغلى ما يملك من سنوات السجن والإبعاد وقدم الجرحى والشهداء وصمد في أربعة حروب لن يبيع بفاتورة الكهرباء عقيدته وأرضه ومقدساته وحقوق كل فرد فيه. نقول لهؤلاء أن لكم ذلك، كما وندعو المسلمين السنة والشيعة إلى وقف استنزاف مكونات هذه الأمة الخالدة ووقف سياسة التدمير الذاتي التي ستنتهي بخسارة الجميع، وهي اللحظة التي يتربص بكم أعداء الله حتى ينقضوا عليكم جميعا. ندعو الأمة الإسلامية وبكل مكوناتها القومية الذين يجمعهم أكرم دين وأرحم عقيدة وأسمى مبادئ، ندعو المسلمين الملاويين والمسلمين الصينيين والمسلمين الهنود والمسلمين البنغاليين والعرب والإيرانيين والأتراك والأفارقة والمسلمين في أوروبا وأمريكا أن يكونوا صندوق دعم شعب فلسطين وصموده والحفاظ على المسجد الأقصى والقدس ودعم غزة الصمود والمقاومة والثبات والعزة والكرامة ومشروع الحق في كامل فلسطين. أحد الأسيرة وفي القدس المحتلة لأسرانا البواسل نقول نحن معكم، جوعكم جوعنا، ألمكم ألمكم ألمنا، امضوا على بركة الله في مواجهة عدوكم بأمعائكم بصرابتكم بآهاتكم، قضيتكم قضيتنا ولن نستكين ولن نهدأ وحتى نكسر قيدكم، والمقاومة تعدكم ولديها ما توفي به الوعد وإن غدا لناظره لقريب. ندعو الشقيقة مصر التي حاربت الكيان الصهيوني قبل إنشائه في عام 48 والتي اكتوت بنار الصهاينة في عدوانها على مصر عام 56 وعام 1967 وعام 1973 والتي قتل الصهاينة أسراها وجرحاها، ندعوها إلى الإسراع في فتح معبر رفح وإنشاء علاقات اقتصادية سوية وفاعلة مع قطاع غزة والضفة لمصلحة الشعب المصري والشعب الفلسطيني. مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية لقد اتضحت ملامح. نطالب الدول العربية بدعوة حركة حماس والفصائل الفلسطينية إلى حوار صريح وواضح للحفاظ على فلسطين والحفاظ على الأمة العربية قوية ورائدة وفاعلة. ندعو إلى تعاون مشترك، ندعو إلى تعاون مشترك ومباشر. ندعو شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى مقاطعة مصالح الدول الداعمة للعدو الصهيوني وتطويقها على الفوضى والفساد. ندعو منظمات وأفراد وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أن تتعامل مع الكيان الصهيوني وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا تسمح لنفسها بالكيل بمكيالين. ندعو أحرار العالم وهي قوى عظيمة وفاعلة ومؤثرة إلى التحدى، ندعوهم إلى تسيير قوافل برية وبحرية
بأعداد كبيرة ومتواصلة لإغاثة المرضى والمسنين والسكالى والأرامل واليتامى في قطاع غزة. أيها الشعب العظيم، يا أحرار العالم،